اول حاجه هنا عندنا الانسان باقي للجهل ما كاينش التعليم، اول حاجه التعليم يعني ما كاينش التعليم، يعني المسافه كاين نص كيخرج ولادو من التعليم الاولي راه كاين ما كيعاني منه. ثانيا كنطرقوا ديال المجال ديال الصحه، لان الصحه هو عندك الصحه والتعليم، هذو اللي كتعتمد الدوله باش تصنف واش الدوله كاينه ولا ما كاينش. حنا عندنا الصحه والتعليم ميتين في هذه البلاد السعيده، وزيدك الطرقان عندنا الاناره ميته، الدوره ما كاينش، راه تجيتو نتوما كيزيدوا الضوء كيبداو يديروا في الكلوره زعما حنا خدامين قايمين بالدور، الريزو ما عندناش، الناس راه كتمرض اخيرا ما كاينش العقل عليهم، راه الناس كاين الناس معاقين وشي الظروف قاسيه، جيتي انت كتضرب هي رجليك، تخيل المراه فيها مال بوالو كان عندها الولد 25 عام في عمره 30 عام كتحملو في دارها، دير راسك في دير راسك بلاصتنا. انا راني خويت البلاد ماشي ما خويت، انا راني في المدينه، ولكن كتبقى فيا الحرقه بلادي. طلعت انا راه سمحت في القرايه، سمحت كلشي طالع كنسبق، راه سمحت في تدواز، دابا راه كندوز وفي لافاك اقسم بالله سامح في القرايه وعندي ستاج سمحت فيهم وطلعت لهنايا. علاش هادشي هذا ضرني؟ كتبقى فيا بلادي. انا راه الناس اللي انا الناس هنا عارفين الناس ديالنا كيخافوا، ناس كيخافوا علاش كيخاف؟ لان حنا عندنا هاد القنا بالهندي او ما يسمى الحشيش، راك عارف هو اللي كيخلع بنادم ما يقدرش يهضر. انا راه ما كنخاف حتى شي حاجه، لاننا حنا امه اسلاميه اولا ومغاربه بالرتبه الاولى، راه كنقول ديما عاش الملك وديما الله ينصرو ولا يطولنا في عمره، ديما نقوم واحدين. حنا بغيناهم ان شاء الله يجيو لعندنا يديروا شي باديره، يبقاو يجيو يشوفونا والقنوات يبقاو يجيو يشوفونا، خلينا من القنوات اللي كيبغي يطلعوا غير البوز والطوندوس، انا ماشي الاهميه ديال الشهره، انا ما باغي نشهر لا والو. كما كيعرف الجميع هي جامعه تامورت تنتمي الى اقليم شبشاون، وهي من الجامعات الاكثر هشاشه في الاقليم. المعاناه اللي كنعانيوها هنا في الجامعه كنتشاركوها مع جميع الساكنه ديال اقليم شبشاون، يعني هناك خصاص في البنيه التحتيه، في الحجرات ديال التعليم، في الاطر الطبيه، يعني عندنا الحمد لله كاين يعني مراكز طبيه بنايات، ولكن هناك نقص في التجهيزات وخصاص في الاطر. كاين مسائل ديال انتشار مهول ديال البطاله، لان يعني واحد البطاله نسبه البطاله في الشباب نسبه مرتفعه جدا في هذه المناطق. والمطالب ديال الساكنه راه مطالب بسيطه، يعني العيش الكريم هذا هو اللي كيطلبوه الساكنه، وان شاء الله حنا على يقين ان هذه المحنه ديال الريان غيكون فيها واحد المنحه ان شاء الله، وغيكون فيها خير على البلاد، وهو غيكون او سلطه الضوء على واحد الجانب ديال هذا ديال الشمال المغرب وهذه المنطقه بالخصوص. الجماعه لا تتوفر على موارد، يعني جماعه قرويه ما عندها حتى شي مداخل، من غير يعني الاعانات اللي كتلقاها من الدوله راه ما عندناش مداخل، مداخل بسيطة من ناحية ديال استغلال الملك الغابوي، ولكن كتبقى نسبيا ضعيفة، ولا ما يمكنناش يعني اللي غادي نقدروا نخدموا بها ونصلحوا بها البلاد. مشاكل شتى العديد وعديدة، من بينها هي المستوصفات الصحية ومراكز تعليمية بحال المدارس التعليمية، وفيها الناس بغات هنايا مستوصفات وبغات الماء للشرب، تصور الماء للشرب ما كاينش، والبرع الماء قلالي بسبب علاش؟ بالضوء، لان الضوء عنده علاقه بالماء، حيت باش نجبدوا الماء خصنا مضخات مائيه، ان كتحتاج واحد الواط باش بقينا بزاف بالعطش صراحه. يعني والمشكل ديال الطرقان هي اهم حاجه، مشكل الطرقان راه مسالك واعره، راه الناس الاخوان المراسلين الصحفيين اللي كانوا هنايا عمرهم ما شافوا هذا الجو اللي عاشوه هنايا، راه صعابين بزاف، كاين اللي مشى بحاله، كاين اللي يعني والله يحسن العوان الناس انها وتزادت هنا وعاشت هنا وكبرت هنا وماتت هنا. يعني انا يؤسفني انني حيت المنطقه بني احمد شويه ما عندش المسالك واعره بحال هكا، ولكن انا براس ولد البلاد وحسيت براسي بصعوبه المعيشه هنايا. اخويا هذه المنطقه هذه ناقصه بزاف د العهد، ناقصه الماء، ناقصه الضوء، ناقصه الطريق، ناقصه الملاعب ديال الكره، بزاف ديال الحاجات اللي ناقصين في هذه الارض هذه. سبيطارات اخر اي حاجه اللي كنفتشوا عليها راه ما كايناش، البروده ما كيكون، البروده خصك بزاف ديال العواد، خصك كذا، خصك بزاف، كنعانوا بزاف البروده بزاف. راه الناس كتهاجر هنا دابا، هل في هاد الساعه هادي خطر كتهاجر، كتمشي للمدينه، كتفتش على الخدمه، ما كيبقاوش هنا دابا، البشريه ما ناش، النص ديال الدراري مشاو للمدينه، تطوان طنجه، حنا المسائل ديالنا كامله كنمشي لطنجه تطوان، خدمه ما كاينش بزاف، كلشي ضاع، النص ديال الدراري ما كيقراوش، علاش الناس ما كيقراوش؟ لحقاش كلشي ضايع، المدرسه بعيده، الازمه، الفلوس ما كاينش، كلشي الاقتصاد ديالنا هو اللي ما عندناش شي حاجه زايده عليها، ما عندناش كنديروا شي حاجه اخرى، ما كنخدمش، غير الكيف حنا ما كنخدمنا حتى حاجه، الكيف دابا الكيف هي الاسس ديالنا حنا هنايا.
التعليم عندنا هش اول حق لا كاين شي حاجه قليله الاساسيد اللي كاين كيستاهلوا كاين الاخرى ماشي نعمو راه كاين شي اساسيد مازال ستاجير راه مازال اول سنه ديال التدريس وسد اول سنه ديال التدريس راه ما غيعرفش يقري وحنا العكس حصلنا الاساسيد بروفيسيون في هذه المنطقه هذه علاش هاجرت انايا لان التعليم زيرو انا اول عام هاجرت هوت المدينه نقرا في المدينه جبت جوج علاش التعليم ديالنا زيرو ما قراونيش حتى كاين الناس ما قراوش كاين الناس لا لونغرا الفرونسي واللونغرا ما كيقريوهم الناس لا فوكابيلار ديال الفرونسي ما كتقراش كاع او بي وسي راه اللي انت دابا انت نيشان كتعرفهم كتعرف تكتبهم راه كاين واحد اخر ما كيعرفهمش اخي راه كاين النطق ديالهم كيقلاو بنادم غاره راه بزاف د المشاكل اللي كنعيشوهم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس